ما يقال الأنواع عن الصبر هان الصبر إذا كرت الأنواع النوع اللي زورن التقان الصبر في طاعة ربي تبارك وتعالى متقان يعني بنادم أي صبر أركي غيظ الله أي صبر أركي غيظهم أي صبر باش يفتوس الحج أي صبر تسفغ الأموال نس الزكاة نس هان كله طاعة ربي تبارك وتعالى تحتاج الصبر يغور للصبر وراس تسكرت يغور الصبر وفقان وراد دين كرزيك صباح أي توضى افتوى الزلطة زلطة الفجر الجامعة يعني العملا ده الطعطان ترى الصبر والسين الأنواع قد أي صبر بلاند في المحسية ربي تبارك وتعالى أو يفتس المحرمات أو يفتس الشرك أو يسكر البدع هان بلاند من غزرة كرا الفتنة يعني كرا الحاجة تعجبت زوني زرا كانت مغارد تعجبت يخصها تيصبر باش أدي سوري سكر اللي في نهار ربي تبارك وتعالى يخصك يسوري سمقل يخصك أدي سوري سلم يخصك أدي سوري سوال باش النور يقع المحرمات يعني المعصيت ترى الصبر أي صبر بلان باش ستوري سكر ويسكر الأنواع يقات أي صبر بلان في الأقدان ربي تبارك وتعالى اللي في لك يرى ربي تبارك وتعالى اللي في لك يقدر يخصك تصبرت أشكو غني قاعد تنتا من إيجا الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى إيجا من إيجا الإيمان ربي تبارك وتعالى إيجا من الأركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره لا بد تستمت إنك فلك قدر ربي تبارك وتعالى لا بد تستمت صبرت.